جدا وفي راجع طويل وكثير من المصريين والاخوه التوانسه. وانا الحقيقه بحب يعني انا بحب فرتاج لسببين. اول حاجه انتوا عبتونا الفنيه كان عندي ثقة كبيرة في محمد دياب المخرج والكاتب مع خالد دياب الكاتب السيناريو أيضا. قريت السيناريو حسيت إن هو سيناريو متوازن، حسيت إن هو سيناريو صادق، هو هيعمل فيلم الناس هتفهمه هتقدره وممكن نختلف عليه، لكن في الآخر الحوار نفسه شيء مفيد. يعني الفيلم بيعرض وجهة نظر بدون أن يتبنى جانب يعني أو يعني وجهة نظر سياسية، لكن هي وجهة نظر إنسانية. فالفيلم بيتكلم عن الانقسام بشكل عام، الانقسام الموجود في المجتمع المصري، بس هو ممكن يكون موجود في أي مجتمع سواء عربي أو برا العالم العربي. فيلم بيحاول إن هو ينصر الإنسان فوق الـ يعني الاختلاف السياسي ده. رمز العربية رمز أعتقد إنه واضح لمعظم الناس، بس هو مش بس مصر، وزي ما بقول هو أي مجتمع بيعيش في حالة انقسام واختلاف. وطبعا الشخصيات اللي فيه بترمز لكل فئات الشعب المصري المجتمع المصري، لكن في الاخر اللي يهمني اكتر ان يوصل للناس ان هم يرتبطوا بالشخصيات دي ويحسوا ان في امل بالرغم من النهايه القاسيه اللي ممكن تكون تعرضوا ليها، لكن في لحظات من الامل، لان احنا بنحس ان في احيانا بيبصوا لبعض كبني ادمين وبيتعاملوا مع بعض كبني ادمين وبينسوا هويتهم السياسيه او قناعاتهم السياسيه. جائزه خرطاش جائزه قيمه وجائزه مهمه، وفي منافسه ما بين افلام كتيره يعني هامه يعني، ومخرجين كبار، ويعني سواء اخذنا جائزه ولا لا، انا حاسس النهارده وجود الجمهور بالشكل ده هو الجائزه الحقيقيه. يعني يمكن كمان استقبال الجمهور التونسي افضل، يعني ان لم يكن نفس الاستقبال ممكن يكون حتى افضل من استقبال الجمهور المصري للفيلم، واحنا يعني الحمد لله كل مكان ما بنروح بنلاقي استقبال جيد للفيلم. فدي طيب للاستقبال اللي في مصر طبعا الحمد لله. الجمهور التونسي جمهور ذواق عنده نهم للسينما الجاده، فده شيء عظيم. انا ما صدقتش ان لقيت السينما كلها ما فيهاش موضع لقدم. أجلنا بعض الأصدقاء التوانسة والزملاء للعرض الثاني علشان هم ما لحقوش يحجزوا تيكت. أنا طبعا سعيد جدا بالاستقبال الفظيع ده. أنا جايزة الحقيقية بالنسبة لي استقبال الجمهور التونسي للفيلم، جايزة تروح للفيلم الأجود. أنا ما شفتش الأفلام الأخرى، لكن أنا أعرف أن الأفلام الثانية جيدة جدا جدا وعلى نفس القدر من جودة فيلم اشتباك. وافقت على طول لانه فيلم يخصنا قوي، بيتكلم عن منطقه مهمه لينا هي تواجد الشعب المصري يد واحده، احنا محتاجين التوحد دائم. الفيلم ما طرحش الموضوع ده، احنا عايزين الناس اللي تليق بانها تكون موجوده جوه الشعب المصري، يبقى كلهم متجمعين وايد واحده مهما اختلفنا كرويا. يعني انا ممكن اختلف معاك، انا اهلي انت زمالك انا ترجي، لا يعني ده شيء وده شيء. الوضع الانساني هو الاهم والاشمل بدون تجاوز. المتجاوز من حقنا ان احنا ننحيه جانبا، لكن باقي الناس اللي مش متجاوزه لا ما ينفعش، احنا محتاجين نبقى يد واحده. بس كده تقريبا معتبر مليت مني على، واشكرك على انك وانا عايز حضرتك تقدمي طبعا. انا مبسوط ان انا موجود في وسط الجمهور التونسي اللي بيفهم يعني ايه سينما جاده وعاشق ليها.